السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد باذن الله. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم واحد وجبه غداء اللي لذيذه بزاف، سهله دغيا دغيا كتوجد، ما غاديش تاخذ لكم الوقت نهائيا. كذلك غادي نحضر معكم بريوش سائل كوجبه غوتي، ممكن تحضروه في الغوتي او لا تحضروه في الفطور، سهله سهله دغيا دغيا كتوجد حتى هي. المهم اي حاجه درتها في هذا النهار غادي نشاركها معكم. وقبل كنقول لكم ما تنساوش انكم ديروا جيم الفيديو، تبارطاجيو الفيديو، وكذلك تحطوا لي تعليقاتكم اللي كتزيد تشجعني وكتحمسني انني نعطيكم وصفات اكثر. وان شاء الله في الفيديوهات القادمه غادي نحط لكم شي وصفات اللي زوينين بزاف، خليكم معايا. المهم غاديش نطول عليكم، نخليكم مباشره تشوفوا معايا الفيديو، فرجه ممتعه. المهم البنات، هنا دست مباشره نوجد الغداء. هنا عندي اللحم ديال البقري، ممكن الا عندكم مازال ديال الغنمي ديروه حتى هو كيجي لذيذ. درت شويه ديال العزبور والمعدنوس معاه. هنا خديت واحد البصيله شلطتها، بصله تكون كبيره نيت صافي، وزدتها على داك اللحم. غادي نضيف، غادي ندير انا خليط ما بين الزيت العادي وزيت الزيتون. بغيتو ديروا زيت العود بوحدو، ديروا الزيت العادي اللي بغيتو نتوما صافي. وغادي نسد عليه وغادي نخليه باش يجيكم الطاجين اللذيذ، هو انكم تقليوه مزيان. هاد المرحله ضروريه. المهم غادي نزيد معاه شويه الملح فقط في هاد المرحله، وغادي نخليها تقلى مزيان. مره مره كنقلب الحيمات ديالي حتى كيتقلاو مزيان، وكتذبل البصله. كيف شفتوا معايا درت بصله كبيره قطعتها طريفات صغار، وبصله اخرى نيس كبيره. غادي نقطعها دوائر ونخليها حتى للمرحله الاخيره. البنات انا خليت دابا اللحم كيتقلى، ورجعت معكم في نفس الوقت بغيت نشارك معكم هاد المنتوجات هادو اللي خديتهم من عند كونوز. المهم غادي نخلي لكم جميع المعلومات عليها في صندوق الوصف، غادي نخلي لكم الواتساب ديالها، غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها، دخلوا شوفوا المنتوجات اللي عندها، راه طبيعيه 100%. المهم اول حاجه غادي نبدا بها هي الشريحه المطحونه. البنات كيف كتشوفوا راه حنا كلينا منهم، يعني جربتهم. صراحه المذاق ديالهم خطير واعرين بزاف، وكذلك الفوائد ديالهم راه اكثر. الفوائد ديال الشريحه معروفه. هنا هذه فيها الشريحه مطحونه مجففه ومطحونه بطبيعه الحال، عرفتوا راه واعر واعر في المذاق ديالو البنات. كذلك كاينه الشريحه مطحونه مع التمر والقرقع، راه كلشي طبيعي والمذاق ديالهم خطير البنات. هانتوما كاين كذلك كوكتيل ديال التمر مطحون مع القرقع، وكاين كاوكاو معسل بالزنجلان، عرفتو مذاق واعر البنات، جربوا هذا عرفتو فن بزاف البنات. وكذلك كاين السمن البلدي. هادو هما المنتوجات اللي خديت البنات، كنتمنى انكم تمشيو تزوروا الصفحه ديال السيده اللي خديت من عندها. قولوا لها من طرف طبخ ليلى وغادي لكم اسمنه اللي جد مناسبه، توصل جميع المدن فين ما كنتو حتى لباب الدار. ايوا صافي غنخليكم دابا نمشي نكمل الغدايا ان شاء الله. هنا البنات ما نساوش الطاجين، مره مره كنقلبوا اللحم حتى كيتقلى. صافي هكا غادي مقحى دياه كل مره كنقلبوا صافي. وغادي ندوز مباشره بعد ما غادي يتقلى مزيان، غادي ندوز نحضر نوجد العطريه ديالو. بالنسبه للعطريه راه ماشي كثيره، غادي ندير واحد العطريه اللي قليله متوفره في كل منزل. غادي ندير شويه ديال السكنجبير، شويه ديال البزار، وشويه ديال الخرقوم بلدي، وغادي ندير زعفران شعره. صافي هادو هما التوابل اللي غادي ندير فقط. الا ما عندكمش زعفران شعره ديروا الضويمه ديال الزعفران شعره. صافي وغادي نخليهم مره اخرى، غادي نخلي العطريه تتقلى مع اللحم، كنخليوها تتقلى مزيان عاد. وغادي نغطي عليها الماء، ضفت تقريبا واحد كاس ديال الماء، الا بان لكم محتاج اكثر الماء كنزيدو، غير هو من الافضل تزيدوا الماء سخون. صافي غادي نسد عليه حتى كنحس باللحم قرب يطيب، عاد غادي نزيد هذيك البصله اللي وريتكم قطعتها دوائر. البنات من بعد ما طاب اللحم راه جربتو انه صافي بقى شويه، غادي نضيف دابا البصله اللي قطعتها دوائر. صافي البنات من بعد ما طفت البصله غسلت شويه ديال البقره، غير كميه قليله
شويه ديال البرقوق وشويه ديال المشماش غير كميه قليله ما كنكترش، وغادي نديرو ما غادي تاسلوه ما غادي تصلعوه ما والو غير بحال هكا خضر. صافي وغادي نحطو نرتبو صافي، وغادي نعاود نسد عليها ونخليه حتى كيطيب. من بعد ما كيطيب غادي نرجع معكم باش نقول لكم اشنو مازال غادي نضيفو ليه. صافي هنا طاب البرقوق وطاب المشماش، البصله حتى هي بدات كدبل. غادي نضيف واحد شويه ديال العسل، العسل اختياري ممكن ما تضيفوش بالنسبه للبنات اللي ما كيبغوش ياكلوا شي حاجه حلوه، ولكن هو كيعطي واحد النكهه زوينه خليط ما بين الملح والحلو في الطاجين كيجي لذيذ بزاف. وكميه العسل راه كتحكموا فيها نتوما واش بغيتوها كثيره او لا قليله. هنا صلعت ثلاثه ديال البيضات وقليت شويه ديال اللوز. بالنسبه للوز راه كنديرو في المغليان وكنقشرو وكنقليه في الزيت بارده. صافي هنا راه كان بغيتو غير يشرب شويه من هذاك الماء، وغادي نطفي عليه. زينتو بالبيض كيف كتشوفوا، كل بيضه قسمتها على جوج، رشيت عليه شويه ديال اللوز وصافي. هذا هو الطواجين ديالنا، كيجي معلك وكيجي يعني خلط ما بين الملح والحلو كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى انه تجربوه، راه البنات بنفس الطريقه ممكن ديروا به حتى الدجاج حتى هو كيجي زوين، غير هو الدجاج كديروا ليه واحد شويه ديال الثومه وصافي. المهم انا غادي نكمل الطاجين ديالي وغادي نوريكم الشكل النهائي. صافي البنات هذا هو الطواجين ديالنا، غادي نحطو نتغداو به. عرفتوا راه شاب بنين، ما نعاودش لكم غير جربوا الطريقه البنات راه خطير. صافي في نفس الوقت غادي نمشي نجلس نرتاح شويه، ومن بعد نرجع معكم باش نحضروا مع بعضياتنا الكوتي اللي غادي يكون كيف قلت لكم بريوش سائل معمر بالشوكولات كيجي واعر. صافي دابا رجعت معكم باش نوجدو الكوتي. هنا عندي جوج بيضات، خديت بيضه كامله وبيض ديال البيضه، الصفر ديال البيضه غادي نحتفظ به للاخير. غادي نضيف واحد قبيصه ديال الملحه، وغادي نضيف واحد نص كاس ديال السكر سنيده. راه دائما كنعبر بكاس العنبه. بالنسبه لكاس العنبه راه كيوزن 150 مليلتر. عندي هنا واحد 7 غرام ونص ديال الفاني. صافي غادي نطرب كلشي مزيان غير بالطرب اليدوي اولا بالمعلقه اللي متوفر عندكم. هنا غادي نضيف كاس لاروب ديال الزيت، غادي نخلط واحد شويه. هنا خديت تقريبا واحد جوج كيسان ونص ديال الحليب دافي، وغادي نزيد عليهم معلقه كبيره ديال خميره الخبز، وغادي نخلطهم مزيان، وغادي نضيفهم للخليط الاول اللي درت فيه البيض والزيت. هنا غادي نضيف واحد 8 غرام ديال خميره الحلويات، وعندي تقريبا 8 4 الكيسان ديال دقائق الفورص، يعني كاس الانبا دائما. غادي نضيف بشويه بشويه وفي نفس الوقت كنخلط حتى كنحصل على واحد الخليط اللي ما تيكونش سائل بزاف وما كيكونش يعني عجينه مجموعه. صافي دابا من بعد ما كملت الكميه ديال الدقائق اللي عندي، انا خديت واحد المول ديال الزاج اللي كيدخل الفران، ممكن تاخذوا اي مول كيف ما كان عندكم. دهنته بالزبده، بالنسبه للمول راه فيه 25 سنتيمتر. درت نصف الكميه ديال الخليط، وكل ما بغيتوا البريوش ديالكم يجيكم عالي كل ما صغرتوا الحجم ديال القالب. الا بغيتوها تجيكم رائعه من الافضل تجيكم رائعه كتجي واعره، كبروا شويه المول ديال الزاج اللي تدخلوا الفران. المهم خديت نصف الكميه كنوزعها بشكل متساوي على المول كامل. غادي ندهن غير يدي بشويه ديال الزيت وغادي نوزعها كيف غادي تشوفوا معايا. صافي هنا خديت الشوكولاته الخاص بالدهن ووزعته بهذه الطريقه. غادي في الاخر غادي ناخذ غير معلقه غتجيني ساهله حيت الشوكولاته عندي شويه شاد راسه. المهم اهم حاجه انكم توصلوا الشوكولاته للجناب ديال البريوش، حيت الا وصلتوه فاش غتدخلوه يطيب غادي يتحرق ليكم. صافي هنايا غادي النصف الثاني اللي بقى لي ديال العجين غادي نحطهم من الفوق، وغادي نحاول نوزعه بشكل متساوي
ما نخليش داك الشوكولات كيبان نهائيا، غادي نغطيها بالسلوفان وغادي نخليها حتى كتخمر، يعني مره واحده اللي كتخمر العجينه، ما كنخليهاش تخمر جوج المرات. نحيد هذاك السلوفان وغادي ناخذ هذاك الصفار البيضه اللي خليته في الاول، غادي نزيد عليه عطيرات ديال الخل او الحليب اللي متوفر عندكم، وغادي ندهن الوجه ديال البريوش ديالي كله، غادي نرش عليه شويه ديال كاوكاو مهرمش، ممكن ديروا اللوز، ممكن ديروا الشوكولاته حبيبات، المهم نتوما اللي بغيتو. غادي ندخلوا الفران، بالنسبه للفران كنسخنوا على درجه حراره 180، غنشعل ليه غير من التحت حتى كنحس به طاب من التحت وحتى من الداخل، كنشعل ليه من الفوق باش يتحمر ليه الوجه ديالو، وصافي غادي نطلعوا باش نوريكم التزيين النهائي. صافي البنات، هنا راه كنت عجنت حتى الخبز، درت خبزات كبار وتهنيت منهم مع هذا الصهد هذا، اللهم نتهناو منه وديروا غير جوج في دقه واحده دغيا كيطيبوا. صافي هنا البريوش انا راه دهنته بالمربى او لا كونفيتير ديال المشماش، ورشيت عليه شويه ديال الشوكولاته هكا مقطع، وصافي هذا هو الشكل ديالو. قلت لكم انكم الا بغيتوه يجيكم رائع المول ديالكم يكون كبير. غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل، راه كتجي هشيشه بزاف وكتجي بنينه مع ديك الحشوه ديال الشوكولات، كتجي خطيره. ممكن ديروها للكودي او للفطور، وممكن ديروها حتى بحجم صغير يعني في مولات صغار. غادي نسد معكم هذا الفيديو ان شاء الله اليوم، ونطلعوا غدا ان شاء الله فيديو جديد وصفات وروتينات جداد باذن الله.